ينفعش يقطع منك، لازم يقبلك على بعضك. يا حمرة للهلم البيضة والهلم السمرة. مساء الخير على كل اللي بيتابعونا وبيتفرجوا علينا وبيحبونا في كل حتة في الدنيا من مصر وبره مصر. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نفسنا. إزاي الحضور؟ منورين. إزايك يا انتصار؟ أهلا. إزايك؟ إزايك يا شوشو؟ الحمد لله. النهاردة ما اسمهاش انتصار، النهاردة اسمها السندريلا. مش الفستان ده فستان السندريلا؟ أيوة. كان في الفيلم بتاع اللي هو كان رشدي أباظة كان طالع فيه اسمه كوكو شانيل، كانت لابسه واحد زي ده وعليه برنيطه وكانت ماسكه البتاع بامبرا لام بام 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 بام. صح، لما تقمصت دور الاسباني. مش هو على فسكوز بس؟ ماشي. مش فسكوز لا. طب الماتيريال ايه؟ حاجه كده برضو كانت بتستعمل زمان. ماشي. نفس القماش. يلا. طيب انت قلت لي ازيك؟ قلت لك يا شوشو. انت رديتي والله. الزهايمر والسن بعيد عنكم ما يكتبها على حد. لا قولي من كتر قعدتي معاك ده اللي حصل لي. امال كمان حلقتين تاني هيحصل لي ايه؟ بالظبط. النهارده عندنا مواضيع جديده ومختلفه ولذيذه كالعاده. في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن 10 حاجات لازم تعرفها قبل الجواز. البنات بتوع اليومين دول ربنا ما يوريك ما بيعرفوش يسلقوا بالطين. ليه بلاش تتجوز او تخطب قبل سن ال 30؟ هيقولوا لك عنستي ولا يعصبك، هيقولوا لك مفيش حد راضي يتجوزك ولا ينرفزك، استني لما نموك يكتمل. تختاري مين من دول؟ الراجل اللي هو بيفهم في الاتيكيت، هو بيفتح لك باب العربيه عشان هو اللي يقفله، عشان انت لو ركبتي بترزعيه وايديك زي المرزبه. لقاء مع الموديل خالد عليوه. في سؤال خايف منه قلت انا خايف. كنت خايف من شيماء بصراحه. ليه؟ قالوا لي خد بالك من شيماء. ما تبصلاش في عليها بس. اول موضوع معانا النهارده 10 حاجات لازم تعرفها قبل الجواز. ناس كتير قوي 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 بتخش على الجواز وهي مش عارفة هي داخلة على ايه، فاكرة ان الجواز لعبة تجربة حياة سعيدة بامبي كلها، وعشان كده بيحصل طلاق كتير كتير جدا الفترة الأخيرة. دول مغفلين، لو يستنوا زي كده ويتقنوا يفهموا الجواز يعنسوا كده زي الفل. يعنسوا الجمال يبقوا عسل كده ويشرحوا القلب. في بقى 10 حاجات قصيرة ومختصرة يا شوشو، أظن أنتي يعني أكيد أكيد عارفها كلها لأن أنتي ست رزينة كده، ست متطلقة خبرة ودخلتي على المرحلة الخطرة وما اتجوزتيش، فأكيد أنتي عارفة العشر حاجات دي اللي لازم نعرفها قبل الجواز. مفترق الطرق ده صعب قوي. أنا عارفاهم وحافظاهم وعمال أعملهم، يعني عمال أعملهم وأقول إيه عشان أنا خلاص. طب قولي أولهم وما يحصلش واعملهم واقول عشان خلاص انا قبل الجواز. قولي طب حاجه منهم. اول حاجه قولي حاجه منهم انه لازم تخرج وتتفسح كتير جدا وما تقعدش في البيت، وتقضيها بقى سينمات كافيهات ديسكو اي حاجه تيجي في وشك اخرج واعمل محل كشري ارشق فيه. ليه بقى؟ لان انت بعد الجواز ان شاء الله يا رب اكتبها لنا يا رب، هتتحول في البيت لبطه بلدي، مش هتخرج مش هتخرج مش هتشوف النور. البيت هيبقى عباره عن مراتك تنام تقوم تاكل تنام تتفرج على التلفزيون تنام كده، تروح تشتغل تشقى ترجع تاني تنام تجيب قرطاسة طعمية وتيجي كده، مش بنخرج. ولو خلفت بقى عيل أصلا حتى لو عندك نية الخروج كل الأماكن بتبقى كنسلت بالنسبة لك، مفيش أماكن بتستقبل أطفال، فالأحسن إنك تطلع كل طاقتك في خروج قبل الجواز. صح طبعا. انت قبل الجواز وانت قاعد بيت ماما، ماما بتغسل لك وبتنظفك وبتاكلك وبتحميك وبتجيب لك الاكل لغايه السرير وكوبايه الميه جنبك تشيلها ماما، جزمتك في الارض وشرابك ماما اللي بتغسله لك وتجيبه لك لغايه الدرج عندك، وانت يعني كبيرك متفضل عليها بانك موجود في البيت. طبعا الهالم انت هتتجوزها برضو مامتك بتاكلها وبتشربها وبتحميها وبتاكلها وبتروق لها السرير فهي جايه مدلله. ازاي ومامته هتنضفه ازاي؟ مامته عشان انا فوتت مامته اللي بتنضفه بتخش تحميه وهو شحت ودخل على الجواز وهي مامتها بتحميه. مش لايفيني داري يا ماما. عيب. ماما بيحط الفوطه لا ماما يا ماما لايفيني داري يا ماما، وهي تقول لا ماما ماما لايفيني داري يا ماما. طب وما هو في الفوطه الجديده اللي طلعت في محلات 2.5 اللي بتتمسك وتعمل كده، ده عشان ما بتزوروش محلات 2.5.
ما هو مكسل وهي مكسلة، والبنات بتوع اليومين دول ربنا ما يوريك ما بيعرفوش يسلقوا بالطين، ما بيعرفوش يعملوا كوباية شاي مظبوطة، ما بيعرفوش ينزلوا الستاير ويشيلوا السجاجيد ويروقوا مش عارفة ايه ويلمعوا النجا، مفيش الكلام ده. اوعى تحلم وتفتكر انك هتتجوز واحدة ربع مامتك. فخلي بالك هي جايه مدلله وانت جاي مدلل، وانت عندك افكار واحلام، وهي داخله على الجواز عندها افكار واحلام. فعشان ما تتفركش الليله لازم تتعود من دلوقتي انك هتساعدها. فمن دلوقتي خش المطبخ مع ماما وقول لها يا ماما علميني كام اكله كده يستروني بعد الجواز يا اختي. في حاجه كمان لازم تسالها لنفسك لو انت داخل تتجوز، هل انت تقدر تفتح بيت؟ هل انت تقدر تتحمل مسؤوليه بيت وزوجه وتفاصيل البيت الكتير واحتياجات البيت الكتير؟ هل انت شغلك ده يقدر يخليك تفتح بيت ويكفي بيتك ومراتك، ولو في بيبي هيجي يكفي البيبي؟ هل انت شغلك ده مش هيجي على اوقاتك وعلى اوقاتك بتاعت بيتك والوقت اللي هتقضيه مع مراتك؟ كل ده انت هتقدر تعمله ولا انت داخل تلعب؟ لان انت لو مش ناضج كفايه ومستقر ماديا كفايه ومستقر في شغلك كفايه وفاهم يعني ايه مسؤوليه كفايه، مش هتقدر تفتح بيت ولا تكون مسؤول عن بيت. صح. حاجه تانية، الزيارات العائليه الخنيقه الجميله تعرف انها يعني مكرر عليك في المنهج ومش هتقدر ان انت تفكس منها، هتروح معاها يعني هتروح معاها. عيد ميلاد مامتها، ذكرى كسر رجل مامتها، ذكرى ان هم بيضوا الشقه، اي حاجه لازم تروح وتبقى موجود وتجيب معاك البرتقال واليوستافانجي او طبق الحلويات ب 24 جنيه، لازم تروح لهم. فتعمل ايه بقى؟ خلاص تأقلم نفسك، علشان كمان انت هتضطر تيجي في يوم من الايام تقول لها تعالي لي عند مامتي، فلو ما رحتلهاش عند مامتها مش هتروح لك عند مامتها، وتبقى خناقه وامك تقول لك مش مسيطر عليها وحوار كبير. فروح واعصر على نفسك ليمونه زي طبق الفول الجميل كده بتاع الصبح، واقعد ساكت واستحمل، واقعد العب بقى على موبايل، عيش حياتك يعني اهي يوم ويعدي. فقبل ما تتجوز فكر كويس، لازم يكون عندك شغل، عندك مرتب، الجيب مليان، الصحه عمرانه. ها؟ انت داخل على شقه. داخل على شقة ومش أي شقة. تبدأ كده قبل ما تخش على الجواز تدريجيا تعود نفسك إنه مفيش خروج كل يوم، وإنه مفيش سهر كل يوم، وإنه مفيش سفر على طول، عشان لما تخش تتجوز ما يجيلكش صدمة عصبية، لأن أنت من النقيض للنقيض مش هتقدر تتعامل ولا هتتكيف. تعيدي نقطي؟ على فكرة أنا قلت الكلام ده في أول نقطة. شيماء قماص. شيماء قماصه، وده بيخسرها كتير لانه ساعات بتتقمص على حاجات فعلا ما تستاهلش، وساعات زي ما قلت قبل كده هي بتتوقع او بتتخيل ان اللي قدامها ما بيحبهاش او عنده من نظريه، هي عايشه دايما في نظريه المؤامره، فبتتقمص من حاجات يعني بتصغر دماغها في حاجات المفروض تبقى دماغها اكبر من كده فيها. انت قلتي عيش حياتك قبل الجواز. انا قلت ابدا عود نفسك قبل الجواز ان انت ما تخرجش على طول. يعني انت بتقولي عكس كلامي؟ ايوه. مش عايزه الجمهور يسمع كلامي؟ برضو عكس كلامي. عكس كلامي يعني ايه؟ عكس كلامي يعني ايه بقى؟ هتخوفيني؟ خوفت. لا انا ما بخافش. يا بت في ايه؟ لا انا ما بخافش خلاص. لا بت كنت وما بقتش. قولي يا بت اما تبتك. ايوه بتقول لك بت. اقول لك بت اما تبتك. قولي لها على قرعه ستك. بتقولي على قرعه ستك؟ قولي لها يا ستي ايه؟ كملي بقى. مش عارف اعملي ذكرى وكملي. ست ايه يا تشيت؟ ليه ايه؟ هي مش حافظه بقيتها. لا ما فهمتش، بس انت كده بقيتها غلط بجد؟ ليها بقيه ثانيه ليها علاقه. طب يا جماعه نكمل خناقنا في الفاصل، نطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا، سيبونا بقى نتخانق يلا. دايما الاهالي بيقعدوا يضغطوا على اولادهم قبل السن ده. هو اللي بيبقى متسربع والله. الولد ما بيبقاش ناضج كفايه. هتربي ولا هتتربى؟ اوعوا تفتكروا ان انتوا كده بتعملوا لمصلحه ابنكم او بنتكم. لو انت اتجوزتي واحد وانت عندك حاجه و20 وهو عنده حاجه و20، هتلاقوا نفسكم بتكبروا وكل واحد بيختلف عن التاني. لو استنى هيتجوز جوازه احسن. ما ترتبطش قبل سن 30. ورجعنا لكم تاني ومع فقرة ليه بلاش تتجوز قبل سن الـ30. ليه يا
يا ابني يا حبيبي بلاش تتجوز وليه يا بنتي حبيبتي بلاش تتجوزي، هيقولوا لك عنستي ولا يعصبك، هيقولوا لك مفيش حد راضي يتجوزك ولا ينرفزك، استني لما نموك يكتمل، مش نموك الجسماني عشان زي ما انتم شايفين هو بيكتمل من سن ال 11 سنه، لا انا بتكلم على نموك العقلي واستيعابك للحياه وللبيت وللاسره اللي انت هتفتحيها او اللي انت هتكونها. فدايما الاهالي بيقعدوا يضغطوا على اولادهم قبل السن ده واتجوزوا، ولما انتوا دلوقتي امال هتتجوزوا امتى وتلحقوا تخلفوا امتى، او العيل هو اللي بيبقى متسربع والله ايا كان، بصي مهبل ومتسربع ايا كان الطرفين بيبقى ليهم يد في الموضوع، يعني لو ابنك متسربع حاول انت تعقله، ولو انت الام متسربعه حاول انت لو انت ابن عاقل تقول لها اهدي يا ماما اهدي يا منار ان شاء الله كل حاجه بتيجي بوقتها. فليه بقى احنا نعمل كده؟ ده اللي احنا هنقوله لكم في الفقره دي. ليه؟ يعني ما تتجوزش قبل سن ال 30 لان انت خصوصا الولد ما بيبقاش ناضج كفايه، الراجل بياخد وقت اطول من البنت او الولد بياخد وقت اطول من البنت عشان ينضج، فانت قبل سن ال 30 هتبقى محتاج حد ياخد باله منك، حد يحل لك مشاكلك، بتكون لسه ما استقرتش في شغلك، لسه قبل سن ال 30 بيكون مستقبلك ما بانش بوضوح، بتكون لسه ما تقدرش في معظم الاحيان تفتح بيت ولا تقدر تستوعب ست ولا تقدر تتحمل ست بكل تغيراتها وبكل عيوبها وبكل مودها، فانت تكون لسه مش ناضج إناف إنك تحتوي فكرة البيت وفكرة الست، فطبعا طبعا ما ترتبطش قبل سن الثلاثين. بص يا محمود، وأنا قلت لك الكلام ده قبل كده، قلت لك ما تتجوزش دلوقتي، ما تتجوزش دلوقتي يا محمود، أنت لسه ما كملتش 30 سنة، سنك دوت أنت محتاج تتعلم فيه، في حاجات كتير ناقصاك محتاج تتعلمها، محتاج حاجات كتير تشوفها في الدنيا. أنت لما تتصربع وتتكفي كده على وشك أو ما تتخرج تقوم متجوز تقوم عيل اولاني تقوم عيل تاني وانت لسه ما كملتش سن ال 30، يا ابني اللي قدك بيلعبوا في الشارع، اللي قدك لسه بيتعلموا الدنيا فيها ايه وبيمروا بتجارب. طب يا حبيبي انت دلوقتي هتتعلم وتفهم الدنيا وتفهم يعني ايه بيت ومسؤوليات واحتياجات واكل وشرب، وعايز سخن لا عايز عيل عايز الطعم، زوجه بتزعل لازم اصالحها، زوجه ليها احتياجات، واحده تانيه معاه، ولا هتبقى اب وهتبقى زوج، هتتعلم ولا هتتصرف، هتشتغل ولا هتجيب فلوس، هتربي ولا هتتربى، هتتلخبط ومراحل حياتك هتلاقيها بتنط قدامك وبتجري، تبقى انت كده ملخوم وشعرك يطقطق ابيض وتلاقي نفسك ضربت الشيرت واصحابك جمال ولطاف ولسه بيعيشوا الحياه بحريه ولسه بيشوفوا الدنيا وبيتعلموا ويروحوا ياخدوا كورسات ولسه بياخدوا كورسات ويناموا من نفسهم ويسافروا ولسه بيحلموا ولسه بيلفوا الدنيا ويطلعوا رحلات مع بعض ولسه بيروحوا مش عارفه كامبينج فين ويروحوا ايه وبيفكروا يعملوا ايه في حاجات كتير ناقصاك، حاجات كتير ناقصاك لازم تعملها، ادي لنفسك تعملها. ليه بتقطع السكه؟ ما انت هتعمل ده، ليه مستعجل تعمله دلوقتي؟ واديك برضه عملته، واديك برضه اتكلفت، واديك دلوقتي بترجع تعمل اللي فاتك، برضه عايز دلوقتي تسافر، ودلوقتي عايز تهرب، دلوقتي عايز تخرج مع صحابك، وبتعمل اللي انت ما كنتش عارف تعمله من 8 سنين، رغم انك لسه ما كملتش ال 30 لغايه دلوقتي. بطول ساعات في الجمله اللي انا بتكلم فيها لاني ببقى مش عارفه اوصل اللي انا عايزه اقوله، والفكره بعيده قوي ورا، وانا عماله اقول والفكره برضه مش واصله. فبقعد الف بالجمل شمال ويمين لغايه ما اوصل للبوينت اتاك بتاعتي عشان اقولها، مش رغبه مني في اني ابقى بلوك كتير. وانا عايزه اتكلم بقى الاباء والامهات والاهالي اللي هم بيبقوا مصممين على الموضوع ده، واللي انا عايزه اقوله لهم اوعوا تفتكروا ان انتوا كده بتعملوا لمصلحه ابنكم او بنتكم، لا على فكره خالص، لانه هو فعلا ممكن زي ما انتصار قالت يعمل حاجات كتيره قوي في حياته، فالنقيض بتاعها تماما هو اللي هيعمله، يعني مثلا بدل ما يعمل دراسات عليا ويعمل ماجستير ودكتوراه، وكل جوازه على فكره بتبقى حسب المستوى الاجتماعي والثقافي، يعني هو لو استنى هيتجوز جوازه احسن. لكن لو هو اتجوز وهو لسه بيدرس هيتجوز واحده صاحبته في الجامعه، في الاخر هي ممكن اصلا ما تكملش تعليمها لانها ممكن تتجوز على طول وتبقى حامل وتخلف وتتلهي في ابنها، في اخر سنه ليها ما تلحقهاش وما تدخلش امتحانات وبالتالي ما تشتغلش وبالتالي تقعد في البيت، وانت بدل انت كمان ما كنت هتكمل او هتطور من نفسك او هتنمي من نفسك يختم بيك الموضوع انك موظف في مكان الوظيفه بتاعتك دي ملهاش طموح ملهاش نجاح ملهاش انجازات وبتشتغل شغلانه بعد الظهر عشان خاطر تلحق تكفي بيتك. ممكن واحد تاني يكمل ويعمل ماجستير ودكتوراه ويبقى انسان كويس ومحترم ويتجوز واحده كمان هي كمان في سنه عامله كل الحاجات دي فيبقوا في حياه مختلفه تماما، كده هتتجوز وكده هتتجوز، بس المهم ان انت تتجوز في الوقت المناسب. طب يا جماعه تعالوا نطلع تقرير ونرجع نكمل نقطنا المهمه جدا.
دايما الكومن ما بين الناس اللي اتجوزوا سن صغير ان اتغيرت، هو اتغير لان هم ما كانواش وصلوا لشخصيه ستيبل وما عرفوش هم شخصيتهم ايه. بيبقى مسؤول وبيبقى ملتزم في شغله. الجواز بعد ال 30 بيبقى نضج اكتر ويقدر يستحمل الحياه، وكمان بيبقى خلص دراسته وخلص جيشه. سن 30 تبقى اكتر خبره عن السن الصغير يعني. اكيد بعد سن ال 30 هم يعني هيقدروا يضغطوا عن حاجات كتيره جدا بتظهر بعد الجواز. يعني انا شايفه عشان يمكن ما تبقاش تحط تحت مسؤوليه البيت بقى والضغط اللي بتتحط فيه. بعد ال 30 هيبقى شايف مثلا المشاكل كتير ولقى حلول لكل حاجه ممكن يقع فيها. انا رايي ان قبل سن ال 30 ما بتكونش البنت نضجت فكريا وما بتكونش قد تحمل المسؤوليه. ممكن يكون الواحد ساعتها فعلا بقى كامل يعني دماغه او خد خبرات كتير، فهيقدر دلوقتي مثلا يفتح بيت. عشان تكوني كونتي نفسك فكريا وخلاص عرفتي انت بتدوري على ايه وعشتي حياتك. عندي نقطة كمان عايزة أضيفها مهمة جدا، إحنا قبل سن ال 30 شخصياتنا بتكون ما اكتملتش وما أخدتش الشكل والقالب النهائي ليها، فلو أنت اتجوزتي واحد وأنت عندك حاجة و20 وهو عنده حاجة و20 أو العشرينات واتجوزتوا وبدأتوا حياتكم مع بعض هتلاقوا نفسكم بتكبروا وكل واحد بيختلف عن التاني. انت اتطورتي وصلتي سن ال 30 وبقيتي واحده تانية خالص، وهو اتطور وصل لسن ال 30 وبقى واحد تاني خالص، فبالتالي بداتوا قريبين جدا ولكن وصلتوا لخط النهايه لما بقيتوا ماتيورد بعاد جدا. بيحصل بقى ايه؟ في معظم الوقت الست بتقدر تتاقلم وبتمشي حياتها، الراجل بقى بيعمل ايه لما بيوصل ال 30 وبيكتشف مره واحده انه الست دي مش هي الست اللي عايزها، وان ذوقه اتغير وفكره اتغير واهتماماته اتغيرت وهي بقت بعيده عنه؟ بيعمل حاجه من الاثنين، يا اما بيتجوز عليها يا اما بيخونها. فجواز الراجل والبنت قبل ال 30 جواز في معظم الاحيان بيبقى محكوم عليه بالفشل، لان هما بيوصلوا لل 30 بيبقوا شخصين تانيين خالص غير اللي اتجوزوا قبل كده. هنطلع فاصل ونرجع له هنقول لك النوع ايه وعيوبه ايه ومميزاته ايه، وانت بقى غربلي بقى واختاري وصنفي وطلعي وفنطي. انا عن نفسي احب الراجل اللزق. انت عايزه راجل ما عندوش كرامه بقى؟ يا خراشي ده حلو خالص ده. انت عايزه تاخدي على قفاه عشان تظبطي. اللي بيدي على القفا ويجيب من الشعر والعلقه الست تبات فيها 3 ايام. بس ده راجل ني قوي وعامل زي الميه، لا لون ولا طعم ولا ريحه. ابن ناس متربي. اللي يحب يعبر عن مشاعره قوي بالهدايه. عايزه منه 3. ورجعنا لكم بعد الفاصل والفقره بتاعتنا دي لكل البنات والستات وجديده جدا جدا. اركنوا على جنب يا رجاله واسمعوا بس، لكن هي موجهه للبنات والستات. تختاري مين من دول؟ طبعا البنت من دول بيورد عليها اشكال والوان وانواع، والست كمان. احنا بقى عايزين نقول لك ايه شويه انواع من الرجاله عشان نبقى جايد بالنسبه لك، وانت بقى اختاري او صنفي اللي معاكي الحته اللي معاكي شكلها ايه. فاحنا هنقول لك النوع ايه وعيوبه ايه ومميزاته ايه، وانت بقى غربلي بقى واختاري وصنفي وطلعي وفنطي. انا عن نفسي احب الراجل اللزقه، يعني الراجل يجي كده ويلزق لا يبقى خانق قوي. ده الواحد يرحمه. انا احب الراجل الخانق. تنفري منه الراجل اللزقه ولا انفر ده. ولا حاجه، ده انا باين ان انا بنفر بس انا من جوايا بزغرط. الراجل ده بقى ايه احب اعديه بقى. انا ايه عارفين اللعبه بتاع زمان بتاع السوبر ماريو اللي هو طول ما هو ماشي يعدي ببلعات ويطلع ويقع ويقابل حد يدوس عليه ولحد ما يقابل الوحش. انا بقى الوحش اللي هيجيله في الاخر. لا مش الوحش، يقابل العش الهادي. لا ما انت مش فاهمه، هو كان بيقابل الوحش وفي الاخر ياخد العروسه، ده في اللعبه بتاعت سوبر ماريو. فانا بقى عايزاه يعمل كده. انت الوحش مش العروسه. لا انا العروسه، بس هو يستحمل كل بقى الحاجات الصعاب. واللي هو تزعقيله ويمشي وروحه. انت عايزه راجل ما عندوش كرامه بقى؟ انا بحب راجل ما عندوش كرامه. ايه ده الراجل ده؟ ده مش راجل، ده دي نوع. ادي نوع الراجل ما عندوش كرامه. عاجبك انت تحبيه ده؟ يا خروشي ده حلو خالص ده. وانتي؟ لا، في نوع الراجل اللي هو بيفهم في الاتيكات، بيفهم في الاصول، وبيفهم في السافوار فيفر. السافوار فيفر؟ الجنتلمان، الراجل الجنتلمان. السافوار فيفر ده اللي هو السافوار فيفر، يعني علم ازاي الواحد يعيش الحياه صح. ولا ايه؟ لا فرنسي. اللي هو الاتيكات، اللي هو الراجل الجنتلمان.
المصيبه انها من الظهر. انا مش فاهمه جايبه القلطه دي ما اعرفش ولا هي صبغه، الاكسجين ضرب خلاها مش شخصيتها اختلفت، في حاجه غريبه بس بسرنا نكتشف. احنا بدانا نجيب صوره وهي صغيره وفيديوهاتها، ان شاء الله نكمل بقيه الاستديوهات نطلع كله من الاستاذ زاهي حواس يجي يساعدنا. اللي هو يعني يعدي ياخدك يفتح لك باب العربيه تروحوا الرستوران. هو بيفتح لك باب العربيه عشان هو اللي يقفله، عشان انت لو ركبتي بترزعيه وايديك زي المرزبه، مش بيفتح لك باب انت العربيه دي عشان حاجه. النوعيه دي انت عمرك ما شفتيها، نوعيه الجنتلمان. وهتشوفها فين يا اختي؟ انت هتشوفها فين؟ هقول لك الراجل ما عندوش كرامه، الراجل ما عندوش شخصيه، انت ازاي على افافه يجي لك؟ اقول لك انا ليه؟ انا ما بيخلينيش ان انا هو يقفل لي الباب ليه؟ عشان عارف ان انا حنينه فبقفل الباب ويقول لي افتحي الباب مش اقفلي. طب لما تروحي مكان وبعدين يا اختي اللي ما شفت لك حد وصلك ولا فتح لك الباب؟ انت لازم تفتح لك الباب ويتقفل وراك الباب. كملي لازم. طب بلاش يفتح لك الباب العربي دي تفتح نفسها وتقفل، لكن انت لازم تفتح لك البيبان. انا عارفه البيبان كلها لرجع الميكروبات الحدي يفهم ولا انا فاهمه ولا. طيب بلاش يفتح الباب ويقفل الباب العربي. لما تخرجي مكان تتعشي يشد لك الكرسي عشان تقعدي، ايه وحش ده؟ ما هو لازم يشد لها كرسي يا اختي برضه. لما تخرجي مكان لو شدته مش بتتلخم، فلازم يشدوا لها وبعدين يقعدها وبعدين يزقها زي كريم ما بيعمل كده يحطها ويزق. ولما تقعدوا في مكان بس مش كريم اسمه صلاح. ولما تقعدوا في مكان يسالك تحبي تاكلي ايه، تحبي تشربي ايه، تحبي تتعشي ايه، ده الراجل الجنتلمان. ده هي خرصه بقى وعايزه اللي يقعد يسالها. ما شافتهوش ما تعرفوش خالص، ما عندهاش فكره خالص. ما تعرفوش مين جنتلمان ده؟ ما تعرفوش جنتلمان؟ طيب يا اختي ما تعرفهاش برضه ولا يا جمهور. يا جمهور محسسني ان هم توابير الرجاله واقفلهم صح، الا ما كانوش اتطلقوا وقعدوا جنب كده يا زميله. قاعدين اهم ده سلاحهم عريس ما قاعدين. موضوع الطلاق والطلاق دي في البرنامج مالكيش معنى. قايله لك كده كذا مره قبل كده، قايله لك صح؟ ما بزعلش لما شيماء بتقول لنا احنا مطلقات، انا عن نفسي ما بزعلش لان ده وضع وحاصل وما فيهوش حاجه مشينه ولا فيه حاجه عيب يعني تكسفني. ما كنتش اتمناه اكيد، بس يعني مفيهوش حاجه تكسفني. لما ازعل عليا وعليها عيب؟ لما تبقى واحده لسه ما اتجوزتش تقول لك يا المطلقات يا المطلقات، يا شتيمه المطلقات دي. طب بصي سيبك من موضوع جواز وطلاق وانوثه. انت ما قابلتيش في حياتك راجل من نوعيه الجنتلمان؟ قابلت كتير بس ما عجبنيش، ما عمرش معايا. انت عايز تاخدي على قفاكي عشان تظبطي. انا اللي بدي على القفا. محدش هيجي على قفاكي عشان تتظبطي. لا لا هتتظبطي الظبطه. لا هتمشي كام على الالف؟ انت تعرفي عني كده يا هجي. على فكره في النوع ده، في النوع ده برضو. ايه اللي بيدي على القفا ويجيب من الشعر والعلقه الست تبات فيها 3 ايام وظهرها مزرق وعينيها مزرقه وكتفها مزرقه وما يسمعش نفس ومضاربها وتلاقيها طبخه ومنظفه وتقولوا نعم يا سيدي وانت سيدي الكل، ولو مش عاجبك امشي وسيبي البيت وما بتمشيش بتفضل قاعده برضه. يبقى ده نوع من الستات. هو شايف ان الرجوله والاثاره في ان الراجل يكون بيتعامل كده، ونبقى حمش ما يضحكش ما يهزرش، ولما يعترض بظهر ايده على الوش على طول قدام الناس بقى مش قدام، هو كده. فتلاقي الست من دول ماشيه زي الالف وتلاقيها مناسبه ليه جدا، لان انا وراحت مع واحد طيب هتاذيه وهتضايقه وحسها عالي وقليله الادب ومجرمه، لكن مع راجل زي ده دي علاقه مرضيه. تلاقيها ماشيه يعني خلقت له وخلق لها. تروح ماسكها من دراعها قريبها بظهر ايده. دي علاقه مرضيه. بظهر ايده بحاجه قدامه، يعني ممكن حاجه كوبايه في وشها، عصايه في اي في ودنها، اي تلاقيها ماشيه الف وتلاقيها خلقت له وخلق لها. في بقى راجل كده، في نتكلم بقى بهدوء شويه، في راجل جميل لطيف مؤدب ابن ناس متربي ما تسمعلوش حس، هو كلمتين بيقولهم واللي يعني ولو اضطرته الظروف حتى لما يبقى معجب بيك وهيموت عليكي تلاقيه مكسوف يخش يقتحم ابنك. مكسوف يخش مؤدب خجول هو بقى. مش مكلمانجي، هو مش مش صايع، ما لعبش في الشارع، وهو اخلاقه كده، ابوه كده، اخواته كده، قافلين عليه في البيت، هو جيناته كده. فتلاقيه مؤدب قوي، ولما يجي يبدي اعجابه يبديه على استحياء. فتقول طب انت لما بصيت لي مره ده انت ما عكستنيش مره، يقول لك لا انا طبيعي كده.
ولما تتجوزيه برضو ما تسمعيش صوته. بس ده راجل ني قوي وعامل زي الميه، لا لون ولا طعم ولا ريحه، بس موجود. يعني احنا عمالين ننوع ما فيش حاجه عجباها. لا. لكن ابو سانتيفوتوتو ده اللي جنتلمان. انا ما قلتش على ابنه، قلت على ثانيه فرفور. لا هو جنتلمان. فيفو ده فيفو قطاطا. في كمان بقى النوع ده العسول الجميل ده بقى، اللي هو الواد ايه الحنت الفنت كده المدردح ده بقى، اللي يقعد يهزر يبعد يبعد. احب انا النوع ده قوي، عسل. يبقى دمه خفيف، يقعد يقول لي النكت، نغش كده، نغش، يبقى نغش، يقعد نغش طول الوقت كده ويعكسك كده، حلو نغشه وخشه. في بقى الراجل اللي يحب يعبر عن مشاعره قوي بالهديه، يعني الله ده حبه بقى ده، بس مش شرط ده جميل ده. ايوه بس مش شرط، عايزه يعني منه ثلاثه مش ازرق واحمر واخضر، ولو في كارو هتشيلي، ولو في جلد برضه. بصي انا ما بيهمنيش الفلوس، انا بس دي اهانه والدنيا ايه بقول لها نجيب لك منه تايجر. بص بقى، نوع من الرجاله ده اللي بيحب يعبر عن مشاعره بالهدايا، مش شرط تكون هدايا غاليه، ممكن تكون هدايا بسيطه، شوكولاته يعني يا شوشو. الله، حاجات انا مش عايزه اقول لي بحبك، هو يضرب لي الشوكولاته في وشي. انا عارفه بيحبك، هو كده بيعبر عن مشاعره بالهدايا، وتلاقيه دايما بيفكر. ويا سلام بقى لو جاب لي الفنكوش، يا سلام علي، ياخد شو احبه قوي، ويقول لي خدي الصفرة، اقول له لا واحده بس، يقول لي لا خدي واحده تاني، حبه قوي ده، ويقول لي في بالقرفه، اقول له لا ما احبش القرفه. الله، انت عارفه ده بيبقى لذيذ ليه الراجل ده؟ عشان دايما بيفكر ايه اللي نفسك فيه وايه اللي بتحبيه ويجيبه لك. صح صح، فبيبقى لذيذ قوي الراجل صح ده. انا ممكن ارقص له عادي فعلا بجد. وكده قلنا انواع الرجاله، وليكوا انتوا انكم تفكروا انتوا بتحبوا ايه. وطبعا هادي اختارت الجنتلمان، المدموازيل اختارت اللزقه اللي على باب الشقه، لا لا اختارت الراجل هيدي اختارت الراجل الظهر اللي يبقى رجل في زمن الصعاب يقف جنب المراه، هي اختارت شمال اللزقه بتاع الهدايا. انا اخترت برضو نفس اختيار هيدي اللي هو الرجل، كن رجلا لكي اكون امراه. وقلنا بعض الانواع، يمكن انتوا عندكم انواع تانية، فارجوكوا راسلونا وابعتوا لنا على هاشتاج نفسنا، قولوا لنا ايه انواع الرجاله اللي احنا نسيناهم. ويلا بينا نطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعد. بالنسبة لأول صورة، أنا مش هعلق وما بعلقش وما بشوفش وما بفهمش وما بعرفش وما ليش دعوة، وسكت. خايفة ليه ما تتكلمي ما دام الناس ما بقتش عندي؟ لا بصي، دي بقى خلقة ربنا ما أقدرش أتكلم فيها. شوف بقى الجمال، شوف الوش اللي يشرح القلب، ده أهم حاجة في التمريض عشان المريض يخف، الوجه الحسن. لو معكيش فلوس تروحي الجيم عادي جدا، اطلعي فوق السرير وهب هب كانجرو. جوزك يدخل قولي له إيه، بعمل رياضة الجامبنج، عايز حاجة؟ ورجعنا لكم لفقرة السوشيال ميديا. تعالوا نشوف أول صورة معانا إيه النهاردة. وبالنسبة لأول صورة، أنا مش هعلق وما بعلقش وما بشوفش وما بفهمش وما بعرفش وما ليش دعوة، وسكت. علشان أنت اتظبطتي المرة اللي فاتت، مش كده؟ مش كده؟ وقعدت رديت على فكرة، رديتي قلتي إيه؟ اتظبطت ورديت وعملت البلوك لكل الناس اللي قلت أدبها على الأكونت. عملتي بلوك؟ طب أمال خايفة ليه ما تتكلمي ما دام الناس ما بقتش عندي؟ لا بصي، دي بقى خلقة ربنا ما أقدرش أتكلم فيها. يا جماعة خلقة ربنا إيه يا جماعة؟ دي هنا واحدة صغيرة في السن. أيوة. دي موضة التمانينات، كان أيوة. أياميها الشعر اللي قدام ده وتلم الجنبين. كلنا كنا كده على فكره واحنا صغيرين، وصغيره ولسه ما اتجوزتش وبنت لسه. بالنسبه لنا بقى مدام صغيره وكبرت. وبعدين خلي بالكم، في ستات كل ما تكبر تحلو، ما تعجزي تحلو. فهي هنا احلام في سن الأربعين، سن نضج المراه واكتمالها، احلوت. في طبعا ناس بقى وهي صغيره زي القمر، تكبر توحش. يعني اول ما يقول لك البضاعه تبان بعد الحمل والرضاعه. إيه ده؟ البضاعه اللي بجد، البضاعه المتينه القويه. ايه المثل ده؟ تبان بعد الحمل والرضاعه. بجد؟ فتكبر الست بقى تلاقيها حلوت كده وتلفت واتخرطت. في العكس بقى، تبقى صغيره واموره وحلوه، اول ما تتجوز تتدعبل، تقلب تبقى تيتا. تتدعبل؟ وتقوم مش عارفه متكلفتها كده، وتبقى شعرها كده وحواجبها تتدمر وتكرمش. انت عندك كام سنه يا بنت؟ تقول لك انا عندي 42 معايا اربع عيال. ايه اللي جرى لك يخرب بيتك؟ بص، اللي انا عايزه اقوله بس على الصوره، هي حلوت بصراحه، هي الملكه حلوه في كل حالتها. ولو وحتى لو كانت عامله عمليات تجميل او عامله اي حاجه في الدنيا، طب ما كل الناس بتعمل عمليات تجميل، يعني هي حره وبفلوسها، وكل انسان يعمل اللي يبسطه، وانت حر ما لم تضر، بس خلصت.
نروح الصورة التانية. نروح للفيديو. علقوا بقى. ده طقم تمريض في إيطاليا وفي ده طقم تمريض ولا ده طقم طيران اللي فوق ده ولا إيه؟ طبعا الأمارات الجميلات اللي مسايبين شعرهم دول، بس هو مسايبينه عشان الصورة، لكن لما بيخشوا يشتغلوا الشعر ده بيتلم وبيتلبس عليه الحاجات كده عشان المريض مش المفروض يشوف شعورنا. يا شوف بقى الجمال، شوف الوش اللي يشرح القلب، ده أهم حاجة في التمريض عشان المريض يخف. الوجه الحسن والصوت الجميل والمعاملة الطيبة. احنا بس اللي بنطلبه من فريق التمريض بتاعنا اللي تحت انه شكروا خلقة ربنا، جسمكو احنا قابلينه، بس تضحكوا في وشنا وبلاش تفتحوا جيوبكو، بس مش طالبين منكو اكتر منكو. دي رياضة جديدة دلوقتي منتشرة في العالم كله ووصلت لغاية مصر، في مدربات كتير ومدربين جميلة قوي بيدربوهم في الجيمات في مصر. دي بتقفي على نطاطة زي النطاطة، فكرة النطاطة بتاعت الأطفال، بس ليها دراع بتبقي ماسكة عليها عشان ما تقعيش، وبتعملي كل حركات الايروبكس وانت واقفة على النطاطة دي، وبتبقي تانية رجليكي تانية معينة كده عشان تشغلي عضلات الفخذ والسمانة. وهي بتحرق كالوريز جامدة جدا، وتعتبر كارديو هايل قوي يعني، لانه بيعرقك وبيظبط النفس، وفي نفس الوقت بتشد الجسم قوي قوي، وده موجود في مصر في كل صالات الايروبكس. انا لفت نظري اكتر ان يعني ما شاء الله، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة للستات والبنات، ان دلوقتي بقى في كم كبير قوي من المدربات جوه صالات الجيم الخاصة، بقوا بنات. يعني كان دايما المجال ده محتكر للرجاله. انا عايزه اقول بقى لكل الستات عندنا هنا في مصر، لو معكيش فلوس تروحي الجيم عادي جدا، اطلعي فوق السرير. دلوقتي ما بقاش حد يعمل المراتب البتاع اللي هي القديمه، كلنا بقى عندنا المراتب السوسه، فروحي اطلعي فوق السرير وبسكي في ظهر السرير وهب هب كانجرو. جوزك يدخل قولي له ايه، بعمل رياضه الجامبنج، عايز حاجه عشان اقوي عضله السمانه، وعيشي حياتك. المرتبه تقع، السرير يتقلب، المولل تدشدش عادي، اهم حاجه الرياضه تقوي وتنمي والرشاقه بالظبط. مشاهدينا لغايه هنا خلصت فقره السوشيال ميديا. ممكن كمان على فكره حاجه تانية تعملها برضو، ممكن تجيب الكوتشي لو جوزها عنده استبن عربيه باص برضو تاخده في البيت كويتش. عشان برضو نحافظ على المرتبه على المرتبه بالظبط. حرام. ممكن تقعي بقى في النص بتاع الكاوتش مخروم، تقعي رجلك تتني، معلش لا هتتلوح وتتجبس وتتكسر، ما تقلقيش تخفي، تستني 21 يوم تخفي تنطي تاني. كملي، اهم حاجه الرياضه الرشاقه والاناقه. طبعا هو مهما يعرف انك هتتكسري هيجيب لك الاربع عجلات بتوع العربيه. كل يوم هتلاقيه طالع لي بكاوتش. في ايه يا محمود؟ تتكسحي يا روحي. الكاوتش اتخرم. العبي اتكسي ولعي. مشاهدينا لغايه هنا خلصت فقره السوشيال ميديا، نطلع فاصل ونرجع لفقره الضيف. استنوا. ازاي بقينا موديل وبعد كده بقينا ستايلست وبعدين بقينا مخرجين؟ انت شعرك اسود ودقنك بني، انهي فيهم المسبوق؟ هو الموديل ده محتاج يبقى شكله حلو. يعني انا لو جيت ينفع تعملني موديل؟ قلت له هتحول ابقى راجل، مرضاش. انت تمشي على ميل جيبسون، تمشي على احمد عز، تمشي على موزس كتير، المفروض يبقى فرع. تحبي مين اكتر واحده فينا؟ شوشو. ميرسي قوي. ورجعنا لكم تاني مع فقرة الضيف، وضيفنا النهاردة مز وحلو وكيوت، ومن أهم اهتماماته الموضة والفاشن والأزياء وبشرته وشياكته وأناقته، معانا الجميل خالد علاوة. نسيت أقول وشعره. الله الله. ازيك يا خالد؟ الحمد لله. أهلا أهلا. الحلاوة دي. اهلا وسهلا.
انت شعرك اسود ودقنك بني؟ اه شويه كده. الميكس ده اني فيهم المسبوق؟ لا انا ما بصبغش، مش بعمل حاجه. ايه ده، هم كده سبحان الله. اه سبحان الله. شوفي التكنيكالر. تعالي اسالك على حاجه يا خالد، هو الموديل ده محتاج يبقى شكله حلو، جسمه حلو، بيلعب رياضه، بيعرف يمشي كويس، دي ممكن يتمرن عليها بس ولا محتاج حاجات تانية؟ بص، هو الموديلنج شغلانه زي اي شغلانه، يعني هي انا بعتبرها مهنه. هو فعلا محتاج تبقى بتمارس دايما رياضه، محتاج دايما تبقى بتهتم بايه الفاشن اللي جوه مصر وبره مصر، وايه اللي ممكن تعمله. هو طبعا محتاج تبقى جسمك يبقى كويس دايما، مش لازم تبقى حلو، القصه مش مفيش حاجه اسمها راجل حلو، هو الدنيا الموضوع هو كاريزما شويه. صح. كاريزما. بتهتم بالموضوع، هي مهنه، هي بره مصر مهنه في الاي دي بتاع اي يعني اي موديل يعني. انا بتمنى ده يبقى في مصر، يعني في البطاقه بتاعت بره شخص بيعمل موديلنج بيتكتب ان هو مهنته موديل. وهناك يعني بيحترموا المهنه دي، مش هنا. هو انا بحترم اي موديل بيشتغل هنا في مصر، حتى يعني اقل موديل هنا انا بحترمه جدا، بس الثقافه هم واخدينها سبوبه، في معظم الموديلنج هنا واخدينها سبوبه، مش حابين الموضوع. واعتقد ده مش منهم، ده بيبقى من الميديا، ما بيهتموش بده. الموديل دلوقتي اي حد ممكن يعمل موديلنج، الموضوع عايز تركيبه معينه، دايما بره، دايما في الجيم، دايما بيذاكر، فيها مذاكره، انت بتذاكر ازاي بتقف، ازاي ايه الكيمياء اللي بينك وبين الكاميرا، ايا كانت فوتوغرافيا او فيديو، لان الموديل بره بيشتغل اعلانات، وبيشتغل موديل فاشن، وبيشتغل يعني ايا كان يعني. بس ده بره بقى يعني، احنا عشان في بيوت ازياء هناك، هنا مفيش ولا بيت ازياء وكل حاجه ما عندنا هنا. وبيوت الازياء هناك كمان ايه، عندنا هنا بتوزع للعالم، مش بتوزع يعني للشبرا وطنطا يعني شانيل ايف سان لوران. يا جماعه عندنا هنا مصممين ازياء عالميين، جامدين وليهم جدا، ولما بيروحوا بيعملوا فاشن شو بره طبعًا. لهم احترامهم وليهم اكيد. بس هنا في بلدهم مش زي بره. بس انا بتكلم على الموديل الرجاله، مهضوم حقهم بالجامد قوي، مالهمش كيان خالص يعني. زمان في اخر التسعينات البنت الموديل بقى، ايام الجميله ياسمين عبد العزيز والناس الحلوه دي، كان يتقال بس ان في موديل في الحته الفلانيه ممكن يعني يتعمل عليها ثوره هناك. دلوقتي كل البنات موديلز اساسا. لا وبتمسكوا في الكماين، انا مش فاهم يعني انتوا يعني انا موديل، اركينا على جنب اكيد هنلاقي حاجه يعني. مشكوك في امرك جدا. فاحنا يعني خلاص بقيت انا، انت بتشتغل، انا مهندس على فكره، انا مش موديل ولا حاجه، لازم خالص انا مش موديل. ايه يعني بتشتغل موديل؟ يعني بتلبس لك بدله ومش بتتعاي يعني كده. هنا المصريين عايز يقولوا نظرتهم للموديل ما فيهاش احترام خالص، غير بره. الناس بره بتشوف الموديل ده راجل بروفيشنال عنده مهنه، هنا بيشوفوا الموديل ده صايع بيدور على لقمه العيش، مش لاقي شغل وبيروح يعني في اي برنامج، بيروح بيعمل اي اعلان، يطلع في اي اعلان ايا كان حجمه بقى، بيبقى بطل اعلان ولا باكسترا ولا لا، انت حته موديل. ده بجد يعني، ما بهرجش، بس انا يعني نفسي الثقافه دي تتغير هنا يعني. طب انت قعدت كام سنه بقى تشتغل موديل؟ انا لحد النهارده موديل. بس مش الموديل المفروض يبقى طويل؟ بص يعني في حاجه، مش هنضحك على بعض حاجة. يعني انا مش طويل. هو الموديل المفروض يبقى فرع حاجه، احمد عز كده. وانت مش فرع. انا فعلا اثرني يعني، اثرني السؤال ده جدا، ان انت مش طويل يعني. انت 160 سم تقريبا. لا انا 171 لا طويل قوي. لا حوش. لا هقول لك، الموديلنج متقسمه هنا يعني في موديل مثلا موديل الفاشن شوز اللي هو اللي بيعمل كات ووك على ستيج،
دول لازم يبقى فعلا لازم يبقى طويل وبتاع. انا عمري ما عملت ده يعني. انا بعمل فاشن شوز باسمي كستايلست مثلا. ان انا بجيب بيت ازياء معين او براند معين وبعمل له انا الستايلنج وبعمل فاشن شو باسمي. اللي كان نفسي انا اعمله, انا كان نفسي ابقى موديل فاشن شو, بس انا يعني ما انا بعمل موديلنج فاشن بس شوتس فوتو سيشن يعني صوري على مجلات ازياء او اعلانات انما الفاشن شوز دول تلاقي لازم يعني يبقى ليهم مواصفات شكليه معينه. و طب فكرت بعد كده بقى تضيف لمهنه المودلز دي تضيف لها حاجه وتعمل لها حاجه, فتعمل بيت كاستنج, مكتب كاستنج, تدرب ولاد, لا مش كاستنج. انا مش كاستنج بس انا مودل ميكر يعني. انا بصنع مودلز يعني. يجي لي حد هو ممكن يطلع منه حاجه, باخده انا الجيم وبنحته. انا بقول لك انك تجيب ناس بقى تدربها وتعمل فريق يعني. انا لو جيت ينفع تعملي موديل الرجاله؟ طيب انت عاوزه ايه مني؟ ما انا ممكن احول عادي. لا 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 بس اجي انا في اي لحظه ممكن ولا ايه؟ ولا انت شغال على الرجاله بس؟ شغال على الرجاله. طب هي هتبقى راجل؟ لا لا بصي انا حابب يعني انا محترف في ده شويه يعني. انا محترف في ده شويه. هو جاي ان انا عامل هعمل ايه؟ هحول ابقى راجل مرضاش. طب خدني. قال لك لا بشتغل في رجاله بس مفيش امل. كملي علي. لا انا معظم البراندز اللي انا بشتغل لهم ستايلست او بعمل لهم الفوتوغرافيا بتاعتهم او الكتالوجات بتاعتهم بيبقوا براندات رجالي. تمام. فانا هعمل ايه يعني؟ هو براند بتاع بدل, هجيب له واحده هعمل بها ايه يعني؟ هي انا عايز راجل يعمل ده. ما هي اللي تحكم الرجاله اللي جوه البدل المحشيين, فتقول له الله دي بدله جميله, الله دي بدله فيها استرس حلوه كده. فهي اللي تبقى بتقيم دول, صح يعني؟ برضو الست ليها دور. لا مش صح. مش صح. لا كمل يا عليهم. طب بقى ازاي بقينا موديل وبعد كده بقينا ستايلست وبعدين بقينا مخرجين؟ هو انا ما اقتصرتش على اني ابقى مستني من كاستنج ايجنسيز مكالمه تعالى يا عليوه عندك تصوير. انا يعني ذاكرت على نفسي شويه وعملت ستايلنج لبراندات رجالي. ابتديت ببراندات صغيره, بعد كده اشتغلت شويه واتعرفت في المجال ده باني ستايلست. وبعمل الستايلنج ده لنفسي يعني. ممكن اكون انا الموديل للبراند ده وانا اللي بعمل ستايلنج لنفسي, واخرج الفوتوغرافيا لنفسي. اجيب مصور مش لازم يكون محترف, ممكن يكون لسه جايب الكاميرا دي جديد ما يعرفش يعمل بيها ايه, بس بتقول له بتوجهه بتقول له هتصورني كده بالظبط. انا ابتديت اخرج الصوره قبل ما اخرج فيديو. فانا لقيت الملكه دي عندي, فذاكرت اخراج دراسات حره طبعا, وابتديت طبعا اعلانات صغيره, وابتديت اشتغل مع براندات برضو تقيله يعني. يعني كله عشان تخدم على شغلتك بالظبط. وانا احيانا بعمل اي عمل بعمله انا ببقى ممكن اكون انا الممثل في فيديو يعني اعلان, انا الممثل وانا الستايلست وانا المخرج. كتير يعني, كتير بعمل كده جدا يعني. معظم الاعلانات اللي انا بظهر فيها اخراجي اصلا يعني. وانت مرتبط؟ لا كذاب. حاليا لا, انا متجوز بس. بجد؟ هي موديل ولا مش متجوز؟ لا مش من المجال. لا. طب وليه مالك بتقول لا 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 مش مالهم بتوع المجال؟ ازدواجيه الرجل المصري يشتغل موديل ويسحب موديلز ويتجوز واحده مش من المجال تخلف له العيال وتربيهم وتقعد يا ماما. لا بس علت الصوت قوي اصلا. لا وبس هو الشعر بس يا منار بس اتجوز ام العيال. صحيح صحيح. سيبيها تقول جملتها. ليه؟ ليه ما اتجوزتش واحده من المجال؟ لا لا هي مش من المجال بس يعني عادي بقى. ايوه حياتنا الشخصيه بقى عادي والدنيا يعني مقفل على حياتك الشخصيه مش عايزين نعرفها؟ كويس عادي ولا فارق. شايفنا يعني خلاص قاعدين نعيط قوي عايزين نعرف حضرتك. خلاص اتفضل يلا.
طب انا عايز اسالك سؤال، انت بتقول ان نظره المجتمع بره مختلفه خالص عن نظره المجتمع في مصر. نظره المجتمع في مصر، هل احنا محتاج الموديل بينكر ساعات؟ هي الفقره فقره اسمها عايزه شكرا تكملي انت فقره يا شهبل معاكي يا خالد نتجوز وكده هل الموديل في مصر ساعات بيحتاج يخبي انه موديل من كتر ما بيبقى مكسوف؟ يا دلوقتي طبعا دلوقتي يعني زمان الموديل الموديل اللي له اسم الموديل المحترف اللي عنده اعمال كتير. انا تقريبا عملت من ساعه ما اشتغلت تقريبا 100 اعلان في ايه 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 قوي حس عالي دي براحتك ما تيجي تقعدي هنا براحتك وبس لا براحتك ايه الراجل بيتكلم وبتضحك انت عايزه ايه لا حسها عالي قوي لا تضحك براحتك لا مش براحتك اسمع ضحكتك تاني لا مش براحتك قولي براحتك رد عليا يا خالد ما تركزش هنشتغل هنا ما تركزش لقيت بقى شوكاطة بتطلع وضحك ولقيت بدأ الجمهور يفلت بقى وحس ضحك بحس عالي أول ما أشوف البنات بتوع الجمهور يضحكوا بحس عالي بالشكل ده مش عارف ما إحنا ساعات في ضيوف بنعمل معهم أكتر من كده أنا مش شايف إن إحنا عملنا أي حاجة مع الضيف يعني ياما شيماء فتحت شوكولاتة وأكلتها وسط الحلقة ويعني مش عارفة هي قفشت ليه انتصار قفشت بعد الفقره بتاعه الضيف علشان يمكن الفقره كان فيها كوميديا شويه وانت عارفه هي اي فقره فيها كوميديا بعدها على طول بنتنكد بس طب انت بتتفرج علينا طبعا طبعا بتحبي مين اكتر واحده فينا شوشو ميرسي قوي لا والله انتوا مين اخف واحده يعني ايه مين اخف دم فينا شوشو ميرسي خلاص والله انت حاجة مزوقتي مين احلى واحدة وعينيها زرقاء برضو شوشو وانت جاي كنت في سؤال خايف منه قلت انا خايف كنت خايف من شيماء بصراحة بقى ليه قالوا لي خد بالك من شيماء ما تبصلاش في عينيها بس بس كنتش خايف من حاجة تانية لا بصراحة هلبسك نظارة بعد كده ساحرة الجنوب هلبسك نظارة بعد كده لما يجي الضيوف انت نورتنا واحنا مبسوطين بيك جدا جدا وشرفتنا في البرنامج وبكده تكون وصلنا لنهاية انا يا ابطال يا اخت انت تمشي على ميل جيبسون تمشي على احمد عز تمشي على موزس كتيره فركز في التمثيل نصيحتي ليك عشان ما تبقاش موديل وسيبك من الاخراج ركز في التمثيل وهتبقى كادر انا موافق معاك انا موافق ولحد كده تبقى خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا استنونا في حلقه جديده من نفسنا